الحمد لله رب العالمين وحده على كل حال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الحادي والستون بعد المئتين في بيان ما يجوز من الكذب. قال رحمه الله: ومن عادته أن يبين تفصيل ما سيورده من الأحاديث وبيان ما يتعلق بها من مقدمة وتمهيد لها في مقدمة الكتاب، ثم يشرح ما صعب من ألفاظ الحديث في آخر الكتاب. هذه عادته في كتابه رياض الصالحين. يقول: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار. كتاب الأذكار إمام نووي كتاب مشهور لعل كثيرا منكم يقتنيه، يسمى الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وسلم. الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار، قد جمع فيه رحمه الله تعالى وجزاه خيرا كلاما طيبا جدا في كل ما ينبغي على المسلم أن يقوله أو يتلفظ به حينما يفعل فعلا، سواء كان هذا الفعل عملا معتادا كالنوم والاستيقاظ والذهاب إلى العمل والعودة وهكذا، وسواء كان هذا العمل مما يألفه الناس من العبادات كالتسبيحات والاستغفارات والأدعية وقراءة القرآن، كل ما يتعلق بكل هذه الأمور مما ورد فيها ذكر ويذكر إسناده قد ذكره في هذا الكتاب مع البيان مع شرح طيب. هذا الكتاب ينبغي أن يقتنيه كل إنسان مسلم ويقرئه أولاده وعائلته حتى يتعلموا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالات الحياة كلها. يقول: فيجوز الكذب بشروط أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد. إنسان يعبر عما في قلبه بكلامه، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه. أنا أريد أن أوصل فكرة معينة، هذه الفكرة أستطيع أن أوصلها بالصدق، إذن يحرم علي أن أكذب في هذه الحالة. وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب، ونضع تحت خط وإن لم يمكن، لا يمكن مطلقا على الإطلاق أن يحصل إلا بالكذب، جاز هذا الكذب. قال: فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. إنسان مسلم وهناك إنسان ظالم، سواء كان من المعتادين من الناس مثله أو إنسان متحكم مسؤول أو صاحب منصب أو كذا، يريد قتله وأخذ ماله ظلما وعدوانا وتعديا، فهل يجوز لي أن أدل عليه؟ لا، يجب علي أن أستر عنه وأقول: لا أدري، لا أعلم، أين ذهب؟ لا أعلم، ابحث عنه أنت، وأنا أعلم أين مكانه، لكن في هذا الشيء، في هذا الكذب حماية لعرض مسلم، فيقدم عرض المسلم ودمه على هذا الكذب الذي أقوله. قال: وكذا لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. أنت حطت عندك فلان مال؟ لا، ما حطت عندي شيء. أنا أعرف هذا الإنسان ظالم يريد أخذ مال هذا الإنسان غصبا وعدوانا وتعديا. قال: والأحوط في هذا كله أن يوري. قال: معنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب. معنى هذا الكلام: سألني إنسان وأنا لا أريد أن أخبره، قال لي: وين رايح؟ أنا ذاهب مثلا إلى أختي وأريد أن أزور أختي، وهو مثلا من أقربائي ومتخاصم مع زوج أختي لا يريد أن يرى، إن أخبرت أنني ذاهب إلى بيت أختي سينزعج مثلا وهو من أقربائي، فقلت أنا ذاهب بهذه الجهة، أين رايح؟ هل أنا كاذب في هذه المسألة؟ أنا بالفعل رايح بهذا الاتجاه، لكن لم أبين له. هذه تسمى تورية. قال: الأولى في ذلك إذا أردت أن تحفظ ولا تقول لإنسان أن توري، أنا رايح أنت يا أخي، خلاص انتهى الموضوع، لا تفصل أكثر من ذلك، فهذا لا بأس به بالاتفاق. قال: ولو ترك التورية، إنسان اضطر إلى الكذب كما ذكرنا، يخاف على عرضه أو ماله أو عرض مسلم أو ماله، فترك التورية، ما أرى أنا رايح هيك أو هيك، كذب صراحة وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرام في هذه الحال. واستدل العلماء بجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها
أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي يعني يبلغ. مثلا إنسانين متخاصمين، قلت الأول والله فلان حاج محمود بحبك، والثاني قلت له والله علي كثير انبسط منك، ما بداية أبدا. والحقيقة أنه لا هذا يحب الثاني ولا ذاك ينسر بكلامه، اثنين يكرهون بعضهم البعض. أنا إيش رأيتي من المسألة؟ أن أصلح بينهم. ليس الكذاب بالذي ينمي الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا، يبلغ هذا خيرا ويقول خيرا ويقول الآخر خيرا، رغم أن هذا الكلام غير موجود على الإطلاق، لا من هذا ولا من هذا. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ولم أسمعه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب، تعلمون الحديث الشهير الحرب خدعة، والثاني الإصلاح بين الناس هذا الذي ذكرناه، الثالث وحديث الرجل إلى امرأته وحديث المرأة زوجها. هذا مما يأخذه بعض الناس حجة للضلال، يفعل المحرمات ثم يأتي إلى زوجتي: أين كنت يا أبا فلان؟ والله كنت عم بتسلى، كنت كذا كنت كذا، كنت عنده فيه، وهو يكذب، كان في مكان يفعل فيه المنكرات والمحرمات، فهل هذا عذر له في أن يكذب على زوجته؟ لا، لو كان في مكان جائز حلال ويعرف أن زوجته ستصنع له مشاكل وما إلى ذلك فلا حرج، أما أن يكون في محرم في مكان محرم ثم يكذب على زوجته ويستدل بهذا الحديث يقول حديث الرجل لزوجته هذا لا يحل أيها الكرام. أكون في مكان حلال أزور إنسانا كذا وإن كانت لا تحبه، سأعلم أنها ستصنع لي إشكالات في البيت وتضايقني وتحرجني وما إلى ذلك، لا بأس أن أوري عنها وأن أقول كذبا في هذه المسألة إن اضطررت إلى ذلك. أما إن كنت في مكان محرم، أكون في مكان فيه ضلال وكذا وفسق وما إلى ذلك ثم أقول لها كنت عند فلان، هذا لا يحل بحال من الأحوال. كذلك حديث المرأة زوجها، أن تكون في مكان يأباه الزوج ويمنعها منه منعا باتا، وتعلمون أيها الكرام أنه يجب على المرأة طاعة زوجها فيما لا يحرم، الشيء ما هو حرام يجب عليها طاعته فيه. فهذه المرأة خرجت إلى المكان الذي يكرهه الزوج ولا يريده ثم جاءت فكذبت عليه واستدلت بهذا الحديث، أيضا هذا استدلالها باطل ما هو صحيح. تستدل بشيء، مثلا هي صنعت نوعا من الطعام هو لا يريده وتعلم أنه صاحب أخلاق ضيقة ويتقاتل ويتشاجر ويصنع الإشكالات في البيت، فقالت له صنعت هذا لأنه لا يوجد عندنا غيره وهو يوجد وتعرفه لا يبحث، فمنعت مشكلة بذلك، فهذا مما يدخل فيه. قال الباب الثاني والستون بعد المئتين في الحث على التثبت فيما يقوله ويحكيه. الباب الذي سبق الكذب، الباب الذي يليه ما يجوز من الكذب. هذا الباب إذا أردت أن أروي رواية أو أحكي قصة أو أنقل حديثا، سواء كان هذا الحديث حديثا نبويا شريفا أو كلاما مما يتداوله الناس، فيجب علي أن أتثبت فيما أنقله للناس، يجب علي أن أضبط هذا الكلام الذي أرويه، ولذلك إذا لم أتثبت من الرواية ينبغي علي أن أصمت. أنا كثيرا ما أجلس في مجالس مع بعض الأقرباء أو الأصحاب فيحدثون بحديث، أتأكد منه هل قال ذلك؟ ينظر إليه، كلما حدثتك بحديث تقول لي هل قال ذلك؟ بالتأكيد نعم، نعم سأؤكد عليك مرة مرتين وثلاث. الحق أن كثيرا من الناس للأسف رجالا ونساء يخلقون ويقولون في اللغة من ألفاظ العرب يقولون ويهرفون بما لا يعرفون، يعني خطوا إيش ما طلع معهم بيحكوا ويهرفون بما لا يعرفون، مهم بده يحكي بده يجلس المجلس يثبت وجوده، يفهم ما بيفهم، يعرف لا يعرف، متأكد ما هو متأكد، كذاب صادق، المهم أن يجلس ويتكلم أمام الناس. أنا محمد وأسكت يبقى تزبط، يعني أنا محمد شرط كبير، أنا لا يمكن قدام الجلسة الحاضرين أنا واحد مهندس وأنا كمان دكتور يعني بحكي كده، سبحان الله. في بعض الناس يغلب عليهم الشيطان فيضحك عليهم ويصرفهم عن الحق إلى الباطل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أخرجه مسلم.
هذا يكفيه ذنبا كبيرا يغنيه عن باقي الذنوب ليصل به إلى العذاب والعياذ بالله، أن يحدث بكل ما سمع. لماذا؟ لأن ما سمعه من الناس، من زوجته، من ابنته، من رفيقه، من صديقه، قد يكون فيه حق وباطل، وهو غير متأكد مما يرويه الناس. عجب، تأكدت من القصة، بحثت عنها، دريت هل هي صحيحة أم باطلة، هل هي إشاعة، هل يقصد بها معنى معين، هل يراد بها أذية إنسان، هل يراد بها اتهام عرض إنسان، بحثت عن ذلك، ما بحثت، والله هيك سمعت. هذا الحديث يكفي أيها الكرام لنعلم عظم هذه الفعلة. كفى بالمرء إثما، تكفيك هذه الفعلة من الذنوب لتغنيك عن باقي الذنوب وتوصلك إلى عذاب الله. أن يحدث بكل ما سمع، كل ما نكل إليه شيئا ينقل عنه. قال: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني، الآن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أخرجه مسلم. أيضا هذه مسألة مهمة، أنا سمعت حديثا لكن ما لي متأكد، عجب، هذا حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لعله كلام من الحكمة، أو لعله حديث موضوع، أعني بالموضوع مكذوب لا يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أدري، في بالي هذه الفكرة، هذا الموضوع غير متأكد، فأقول إيه قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل ضبطت هذا اللفظ؟ تأكدت من؟ توثقت من قول رسول الله؟ أم لم تتوثق؟ قال: ما توثقت. إذن من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، يرى يعني يظن، ما هو متأكد، يظن أنه كذب فهو أحد الكاذبين مباشرة، فهو أحد الكاذبين، فلا تنسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كل الحق في الدنيا. قال: شلون هي؟ شلون فسرنا إياها؟ يعني في كثير من كلام الحكم الطيب اللطيف المفيد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال معناه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة، لا يا أخي، لكن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام موجز، أوتي جوامع الكلم، ما فصل جزئيات الحياة كل جزء كل جزء كل جزء، وإلا لبلغ أحاديث، بلغت أحاديث صلى الله عليه وسلم 20,000 ضعف الموجود الآن. هذا ليس، لذلك إذا سمعنا كلاما طيبا حقا نتأكد من هذا حكمة، نسأل، نبحث في الكتاب، نسأل العالم، ننظر هل هذا حكمة أم أنه حديث، فإن كان حديثا هل هو حديث صحيح أم حديث غير صحيح. ثم إن أحببت هذا الحديث، أنا أعرف كان بعض أصدقائنا ليسوا بطلبة العلم لكنهم يحبون العلم والعلماء، إذا سمعوا حديثا فأعجبهم جاءوا إلى الذي سمعوه من طالب العلم أو كذا، أستاذي بتكرم علينا نكتب هذا الحديث، فيكتبونه ويحتفظون به، يرجعون إليه مرة مرتين يحفظ في عقلهم، إذا رأوه مرة أخرى ينقلونه بألفاظه، ما يعودون يغيرون ألفاظه ويروون كيفما اتفق. هذا من التثبت في العلم والرواية الصادقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أسماء رضي الله عنها وهي ابنة أبي بكر الصديق ذات النطاقين، أن امرأة قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لي ضرة، زوجي مزوج زوجي أخرى، فهل علي جناح أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. متفق عليه. ما معنى هذا الحديث؟ هذه المرأة لها ضرة، تعلمون ما يكون بين الضرائر من مما في نفوسهم، شيء من الحقد، شيء من الحسد، فهذه تريد إذا جلست مع ضرتها أو جلست مع باقي النساء أن تتفاخر بأن زوجها يحبها أكثر من ضرتها، فتقول له: والله زوجي يجيب لي من الطعام والشراب كذا وكذا وكذا وكذا، وهو لا يأتيها بذلك، زوجي يأتيني بالملابس الفاخرة الطيبة المشترات من مكان كذا وكذا، وهو لا يأتيها بذلك، زوجي يكرمني ويتكلم معي بأحسن الألفاظ ويقول: يا أم فلان، ويقول: يا بنت الكذا، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية، زوجي يفعل، زوجي يفعل، زوجي، هذه عادة النساء. سبحان الله، هذا دليل على أن هذه المرأة تقية أيها الكرام، سبحان الله.
تسأل عن هذه المسألة، تخاف الله حقا هذه المرأة الصالحة. وهكذا كانت نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، قلنا أيضا صحابيات جليلات رضي الله عنهم. فقالت يا نبي الله، هل علي جناح؟ في علي إثم أن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ التشبع أصله في اللغة أن يدعي الإنسان أنه شبعان وهو غير شبعان. شبعت شبعت شبعت، هو بيعرف أنه نصف بطنه يحتاج إلى الطعام. وهذه المرأة أيضا تدعي أن زوجها يعطيها كذا وهو لا يعطيها، يكسوها كذا وهو لا يكسوها، يتكلم معها بكلام طيب وهو لا يتكلم، تكذب يعني. لماذا؟ لإظهار نفسها أنها ذات قيمة عند زوجها. فبماذا أجابها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: المتشبع المتظاهر بما لم يعطى ما عنده حقيقة كلابس ثوبي زور. ثوبي زور هذا تشبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الإنسان كأنه يكتسي بثوب أهل العلم والصلاح والتقوى وهو من أفجر الفاجرين. يعني هذه صفات فيها أهل النفاق يفعلونها لا أهل الإيمان. الذي يدعي شيئا ليس له، أنا أدعي أنني أصلح الصالحين، أتظاهر بالمسكنة وهكذا، وأعطي يدي لمن يريدها ليقبلها، وأنا في الحقيقة أريد أن أصل من هذا الذي أمامي إلى مال أكتسبه منه، أنا لابس ثوب زور. إنسان آخر يدعي أنه عالم جليل يفهم في كل الفقه والحديث والتفسير، وهو لم يحضر حلقات العلماء ولم يقرأ كتب العلم، وإنما أوتي بسطة في اللسان. كثير من الناس أيها الكرام أوتوا بسطة في اللسان، تراه خطيبا لاذعا مفوها قويا، الذي أمامه يقول ما شاء الله ما شاء الله إيش هذا العالم، فيأتون إليه يا شيخنا أفتنا في كذا، يفتيهم وهو من ناحية الفقه لا يفقه شيئا. قال ليش فيهم؟ كثير فيهم من قديم ومن زماننا، عشان ما ظنوا هذا في عصرنا، من قديم الزمان منذ عصر أواخر التابعين إلى يومنا من أكثر من 1000 سنة، في كثير من الناس أوتوا بسطة في الكلام لكنهم أوتوا ضعفا في العلم. لسان ذلك يعني ما شاء الله إذا تكلموا أفحموا الذي أمامهم بأسلوبهم ومنطقهم وحجتهم، لكن من الناحية الفقهية لا يدرون، من ناحية القرآن لا يعلمون، من ناحية الحديث ليسوا بمتمكنين. فهذا أيضا متشبع بما لم يعطى، هذا لابس ثوب زور يعني مدعي ما ليس عنده، فهو آثم في ذلك. أسأل الله لي ولكم أيها الكرام أن يبعدنا عن هذه الأوصاف المذمومة، ويخلقنا بالأخلاق المحمودة، ويرزقنا الصدق فيما نقول ونتلفظ به.